العكاوي بتاعي وما بيردش برضه على موبايله رغم انه فاتحه لحدش حتى ما بيردش الصبر الصبر يا سميحة والغايب حجيته معايا اختي الحاج وصل الحاج وصل يا ما انت كريم يا رب الف بركة يا حبيبي ده وحشني قوي يا عين امه تلاقيه جعان وانا ما بياكلش اكل الطيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختي ورحمة الله وبركاته يا الف حمد لله على كلامك يا حاج جرى يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش اتفضلي تعالي يا ماي تعالي يا حبيبتي ما تخافيش تعالي اتفضلي اقدم لكم ميه عروستي